مشاهدينا الكرام، مستمعينا الافاضل، نتواصل معكم في هذه التغطية الاعلامية وانطلاقة شوطنا الثامن. تمت بعون من الله تعالى وتوفيق ثامن اشواط هذه الفترة الصباحية ولقاء ابناء القبائل في اول ايام هذا التمهيدي الذي ينطلق على ارضية هذا الميدان، تحفة ميادين السباق بالمرموم. وشوطنا اذا الثامن الخاص باللقاء القعدان المهجنات، الاصايل هنا ايضا بهذا الانطلاق والتحدي والاثاره، والاربعه كيلومترات هي فيصل بين نوعيه متميزه وانطلاقات وتحديات رائعه. نتابع معكم المسيره، نتابع التحدي، نتابع الاثاره، نتابع هنا على المقدمه وعلى المركز الاول هو شعار سيد خالد بن بن حلوة، من ينطلق على صدارة هذا الشوط وعلى المركز الأول. بينما أرى هنا التسلل من الذيب عبد الله بن يمعة بن خميس لغويس، ومن الجانب الآخر الذهب عبد الله بن علي بن واس لقتبي، وهناك يأتينا معلن عبد الله بن مطر بن حمد بن عميرة الشامسي على رابعي مراكزنا. وفي المركز الخامس، المركز الخامس وشعار خليفة بن عبيد الحميري مع لبلوب بن ياتي بهذه الانطلاقة، والوصول من الخوار مطر بن علي بن عبيد بن رشيد لقتبي، من ينطلق على سادس المراكز. وفي المركز السابع الحذر هنا من يتواجد أو أسمر العيسى بن مطر الفلاحي، من يأتي بهذه الانطلاقة. سابعا المركز الثامن رياض راشد بن سعيد بن منانه، وصل أيضا الفايز خليفة بن سلطان بن رشيد لقتبي، من يصل على ثامن مراكزنا. بينما المركز التاسع مياس سعيد بن محمد بن ركاب الثالث. وفي المركز الرابع، المركز الرابع هنا يأتينا مفوض في هذه اللحظات ياسر بن مخيط بن سعيد لخيالي، من يأتينا على المركز أو مرسال سي سالم سلطان بن رشيد لقتبي، من وصل في هذه اللحظات. ولكن هنا اللحظات الأخيرة، الرياض على تسلل على الصدارة، ونقد ورياض، وهنا الوصول يا سلام، رباعية جميلة، رباعية جميلة، ولكن انفوض ياسر بن مخيط بن سعيد لخيالي، من انتزع الصدارة، انتزع المقدمة، انتزع المركز الأول، المركز الثاني لسيد علي مخيط بن سامر رشيد، المركز الثالث ايضا من وصل لسيد احمد بن معبد مطر مايد، المركز الرابع لهيد بن سعيد منال، المركز الخامس من وصل ايضا على خامس المراكز لسعيد بن حليس لعويسي، وهناك ايضا شعار تركي بن سعيد بن تركي، من وصل الباز والتوقيت الزمني في هذه اللحظات. هنا ايضا مفوض ياسر بن بخيت بن سعيد لخيالي، 6:14:8 اجزاء من الثانية هو توقيت الزمني. تهانينا والناموس على هذا الاداء الجميل وفوز مفوض بالمركز الاول، بينما المركز الثاني كان من نصيب النقد العلي بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، من وصل على ثاني المراكز بتوقيت زمني مقداره 6:15 وفاء وتماما وكمالا. ثالث مراكزنا كان لهب احمد بن يمعة بن مطر بن مايد الخيلي، من وصل على ثالث المراكز وسجل توقيت زمني مقداره 6:15 ايضا وثلاث اجزاء او جزئين من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الاداء الجميل. الانطلاقة مشاهدينا الكرام تتواصل في هذا العطاء، الانطلاقة لأشواطنا تستمر، وشوط آخر من أشواط التحدي، من أشواط الإثارة، وشوطنا التاسع في مجموعة أشواط صباح هذا اليوم، تاسع أشواطنا من انطلق بهذا الأداء. هنا تنطلق اللقاية الإبكار، المحليات، الأصايل لأبناء القبائل في هذا اليوم الجميل، في هذا الانطلاق المميز والتحدي هو الإثارة. ونعود إلى المقدمة كي نتابع التحدي.